امرأة لا تستطيع الوقوف على قدميها لدقائق فقط لتجدها سقطت فاقدة الوعي، مما جعلها أسيرة الفراش إلى 23 ساعة في اليوم. ليشخص الأطباء حالتها النادرة بحساسية اتجاه الجاذبية. لينزي جونسون 28 عاماً مصابة بمتلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي، والتي تنطوي على زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب تحدث بعد الجلوس أو الوقوف. عند بداية الأعراض خسرت لينزي عملها كميكانيكية للطائرات في البحرية الأمريكية، واحتار الأطباء في حالتها إلى أن تفاقم وضعها جداً مع آلام شديدة في معدتها والتقيؤ بشكل عنيف، لتخضع أخيراً لاختبار الميل لقياس ضغط الدم وضربات القلب والأكسجين، لتشخص رسمياً بحساسية اتجاه الجاذبية.